ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قال العالم المغربي منصف أسلاوي رئيس مشروع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 دجنبر إنه من غير المحتمل جدا ألا تكون اللقاحات المتاحة حاليا فعالة على المتغير أو سلالة فيروس كورونا الجديدة المبلغ عنها في المملكة المتحدة. وقال سلاو في تصريح لقناة CNN الأمريكية إنه حتى الآن لا أعتقد أنه كان هناك سلالة واحدة من الوباء يقاوم اللقاح، لا يمكننا استبعادها أي استبعاد هذه الفرضية، لكنه ليست موجودة حاليا. وأضاف سلاوي أن فيروس كورونا قد يميل إلى التباين لأن عملية الـ RNA التي يستخدمها الفيروس أكثر عرضة للأخطاء. وأشار سلاوي إلى أن الجوانب الحرجة للفيروس مثل بروتين السنبلة المتضمن في اللقاح خاص جدا بالكوفيد-19 ومن غير المرجح أن تتحور كثيرا. وقال سلاوي أنه نظرا لأن اللقاحات تستخدم أجساما مضادة للعديد من الأجسام الأجزاء المختلفة من بروتين السنبلة فإن فرص تغييرها جميعا على ما أعتقد منخفضة. أي من أجل التلخيص أن هناك احتمال كبير أن اللقاح سيكون فعالا مع السلالة الجديدة أيضا. Well, you can never say never in science, so there could be at some point something that comes up that helps the virus escape. But because the vaccines are inducing antibodies against many different parts of the spike protein, the chances that all of them change, I think, are low, but they are not inexistent. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.